عايزة أبدأ بحضرتك يا دكتورة نادي، عايزة أعرف عدد الشكاوي اللي بتتلقوها قد إيه وبتتعاملوا معاها إزاي؟ يعني لو في أرقام، لو في إحصائية. هو في إحصائيات كتير بتقول إنه أكتر من 80% من النساء يتعرضن للعنف بأشكاله كلها، سواء عنف جسدي، عنف لفظي، عنف نفسي، لأنه كمان يصنف الهجر والتجاهل من العنف، ولكنها درجات، وقدر من الوعي يخلي البنت عندها استشعار إيه العنف اللي بيمارس ضدها. العنف في كل حالاته اسمه عنف، وعشان كده احنا ما بنتكلم عن حملة الستاشر يوم، هي بتبدأ يوم 25 نوفمبر وتستمر لغاية 10 ديسمبر. هيحصل فيها ايه بقى؟ هو الهدف من الحملة دي إثارة الحراك المجتمعي لكتير من التغييرات، على رأسها تغيير الوعي. لازم أشتغل على وعي النساء، لازم أشتغل على وعي النساء، ولازم أشتغل على فكرة إن المرأة تكون دريانة بواقعها ودريانة بحالها، دريانة بالدنيا اللي حواليها ودريانة بذاتها. علشان كده لما بنرفع شعارات زي كوني والتاء المربوطة، سر قوتك، أنت مش علشان بنت وعلشان ست هتبقي مستضعفة، القوة تأتي من الداخل. في أرقام يعني سهل، يعني سهل التواصل معاكم؟ 15115 ده خط ساخن للمجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المعنفات أو أي شكاوى أخرى. جميل. ثم فريق كبير من المحامين والحقوقيين والباحثين الاجتماعيين، يعني تخصصات كتير جدا بتشتغل على حالات العنف. وفي الستاشر يوم تحديدا بننتهز الفرصة إنه في حاجات كتير قوي نقدر نتكلم فيها. أول حاجتين يعني أحب أشكر الجميلتين اللي طلعوا وتكلموا، لأن ده بيدي فرصة للمجتمع وبيدي فرصة للجهات المعنية تقول آن أوان التغيير، وبيرضى أي واحد يفكر حتى بينه بنفسه. هو لو لقى هي دخلت أب أو أخ من الأول أو اتكلمت كان هيخاف. فكرة أنها تتكلم وتعبر عن نفسها. الأهم في كلام النساء أنه هو يكون كلام واعي وناضج وعارفة هدفها. مظبوط. الحاجة التانية في كلام النساء أنه بيحصل حراك مجتمعي وذهني، ودايما الحراك الذهني يسبق الحراك الفعلي. أيوة. يعني أنا بحرك ذهن الناس لرفض الأذى. بالزبط. ثم تستجد القوانين وتبنى تغييرات كبيرة جدا على مستوى الجهات والهيئات، لأنه أنا كدولة لما أثير موضوع تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية بيحصل حراك مجتمعي ما بين رافض ومؤيد، وبعدين تيجي تطلعي الحالة دي يطلع قصادها الحالة دي. مزبوط. يعني كأننا وعي بالضبط بنحرك النقاش.